السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في لقاء جديد من حلقة السيد المواطن. السيد المواطن في قرى ونجوع وكفور جمهورية مصر العربية، السيد المواطن في حواري المناطق الشعبية وشوارع وزقة العشوائيات. السيد المواطن، الليلة في حلقتنا نتحدث جميعا عن المعاشات. كلنا بنشوف الطوابير اللي بتبقى موجودة قدام مكاتب البريد في بداية الشهر أو في آخره، بنشوف كبار السن مع إرهاق الحر لو في الصيف أو مع الشتاء والأمطار لو في الشتاء، بنشوف النهاردة التسهيلات اللي ممكن تتعمل يمكن بدأت بفيزا كارت للمعاش، معاشات التي نص عليها القانون فيما يتعلق بعاملين بالدولة. هناك أيضا المعاشات المتعلقة بالعسكريين، هناك أيضا معاشات النقابات الخاصة والنقابات المهنية العمالية، هناك أيضا المعاشات الاستثنائية. كل ذلك وأكثر الليلة في حلقة عن المعاشات، هيكون ضيفنا فيها الأستاذ إسماعيل العشري أمين عام النقابة المستقلة بهيئة النقل العام. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. يعني بداية كده، يعني عايزين نقول هو لفظ معاش كلنا عارفين، بس إمتى المواطن بيستحق معاش؟ في نوعين من المعاش، معاش في سن القانوني اللي هو 60 سنة، تمام، ومعاش لما يكمل 36 سنة بحسب قانون التأمينات والمعاشات. جميل. لما يتم 60 سنة هو ده المعاش القانوني، وده لازم ياخد حقه كاملا. جميل. وده حقه مهضوم. نعم. وهنتكلم فيه كتير قوي. جميل. أو 36 سنة خدمة عمل فعلي. نعم. في لينا أموال التأمينات والمعاشات ديت كبيرة جدا. سمعنا ان الاموال دي اهدرت بطريقه ما. لا ما تكونيش، خلي الاهدار ده يجي وقته. تمام. يعني احنا بدايه كده عزيزي المشاهد، فكره سن المعاش وعارفين ان انواعه زي ما قلنا في بدايه الحلقه، بنتكلم عن اموال، بنتكلم عن معاشات الموظفين او العاملين بالدوله، بنتكلم عن معاشات العسكريين، بنتكلم عن معاشات النقابات، مش المعاشات الاستثنائيه. لكن اللي خصنا قوي النهارده معاشات العاملين بالدوله. كيف نظم القانون المصري معاشات العاملين بالدولة؟ بدأت الحدوتة منين؟ بدأت من ان في قانون صدر اللي هو رقم 79 لسنة 75. نعم. ده قانون جميل جدا. قانون يعني انا شايف ان هو ما فيهوش شوائب. قانون حافظ نفسه من التغيير. جميل. ولا التبديل. نعم. ومع هذا اسقط 79 لسنة 75 لصالح قانون 120 لسنة 2015. طيب القانون القديم كان بيقول بيدين ايه اللي خليه يميزه بقى؟ حقي كاملا. ازاي؟ هقول لك كيفيه حساب المعاش. احنا بنحسب المعاش، بنقول مثلا احنا عندنا متوسط الاجر في شهور الاشتراك في القيمه التامينيه. تمام. 1/45 في قانون 79 لسنه 75. 1/90 في 120 لسنة 2015. يعني ده خراب كده. نص أجري المعاش. يعني أنا كموظف في هيئتنا العام. يعني هتقبض معاش 50 جنيه. هقول لحضرتك. يعني أنت كنت مش عايش بال 100 جنيه، طبعًا هو مش 100 جنيه. بس مش عايش 100 جنيه. لا، وبعد القوانين كمان يعني في أسعار وفي تعويم جنيه. يعني أنت لا، واحدة واحدة بقى كده. وعايزين عزيز المواطن، يعني انا مش هقول ان معانا امين عام النقابه، لا احنا معانا مواطن فاهم قوي ما يتعلق بالمعاشات. قلنا ان انت بتحدد، القانون القديم كان بيحدد بالشكل اللي سعادتك قلته. تمام. نكمل بقى الحدوته. الحدوته ان قانون 79 دوت قانون جميل جدا. نعم. وقانون مفيد للعامل. لانه هو بيديله حقه. لما لقوا ان العامل دوت بياخد العامل حقه. بس ولا العامل والموظف؟ ما هو العامل والموظف دول اسمهم عامل. تمام. كل من يعمل باجر فهو عامل. عامل في الدوله. جميل. تمام. جميل. 79 ده قانون جميل. يسيبوه ليه؟ لازم يتغير. تمام. طب هو اداني حقي فيما يتعلق لا لا لا. هو اهدر حقي. وان هو خلاني احسب القيمه بتاعه المعاش لنص المعاش زي ما بقول لحضرتك. تمام. القيمة العددية اللي احنا بنتكلم فيها بالارقام هنلاقي 1/45 بتساوي 1/90. تيجي ازاي؟ يعني انا نص مرتبي ضاع. التأمين والمعاشات ليها اموال كتير فعلا عند الحكومة. يعني الهيئات والاجهزة الحكومية. تمام. ما بتدفعش تأميناتها. ليها ديون عند الناس دي. طب سدوا الديون دي. انا هديك مثال، في هيئة نقل العام احنا علينا ديون للتأمينات. طيب ديوننا للتأمينات دي اتدفعت؟ لا لسه. طيب هي دي ديون العمال
اللي هم الغلابه اللي حاليا دلوقتي بيطلعوا على المعاش وبياخدوا ارصدتهم اللي هو حقهم، لا دي ديون كبار الرجال الموجودين في الهيئه. لكن العامل الغلبان بيدفع حقه، ده بيدفع اكتر من حقه كمان. يعني احنا المعاش ده بيتحسب على في حاجه اسمها الاجر الاساسي وحاجه اسمها الاجر المكمل. تمام. في اجر اضافي وفي اجر متغير. جميل. الاجر الاساسي بيتحسب عليه 10% والاجر المتغير بتحسب عليه 10%. تمام. انا وانا بقبض من الشباك بتاع الراتب يتخصم مني 10% بتوع من كل ما اتقاضاه. بتوع ايه دول؟ لا من كل ما اتقاضاه. بتوع ايه؟ تامينات. 10% دول تامينات. تامينات. احنا حسابيا كان التامين بياخد 14% منهم 1% صحي. يعني اللي هو رعاية صحية. تامين صحي. رعايه صحيه، تامين صحي. الواحد في المية ده انا عندي هيئه نقل العام ليها مستشفى خاص بهيئه نقل العام، ولو رحت التامين او اللي هو التامين الصحي يقول لي لا انت عندك مستشفى ما يجيبش انك يعني تيجي عندي. بتدفع وما بدفع وده لازم اخد حقي بقى فيه. الكلام دوت جاي في اوانه يعني، وان شاء الله هيبقى فيه دعوه قضائيه وهنطالب بحقنا في 1% دوت من يوم ما انا اتعينت. جميل. انا عندي دلوقتي 30 سنه خدمه بدفع 1% بدون وجه حق. تمام. في حين ان اخرين بيستفيدوا ما بيدفعوش وبيستفيدوا. انا كعامل بيتخصم مني من اجري من الشباك، يعني انا اصلا ما بمسكش اجري من المنبع عشان ادفع. لا انا مش مخير، انا مجبر. انا بدفع مجبر. تمام. يعني انا بيتخصم من الراتب بتاعي. التامينات ليها قلنا ديون كتير قوي عند الهيئات الحكوميه، لذا حصل فيها عجز. غير ان احنا عرفنا ان اموال التامينات اهدرت، يعني في 670 مليار اتلعب بيهم في البورصه او ما شابه، يعني اي طريق، المهم الاموال دي ضاعت. تمام. الاموال دي مقصره فيها التامينات؟ لا مش مقصره، هي الحكومه هي اللي اتصرفت في الاموال دي. هي ملزمه انها ترد الاموال دي. تمام. تردها باي طريق كان، تردها عن طريق الضرائب، تردها عن طريق سندات، تعمل اي شيء. انا ما عنديش استعداد ان انا اتكلم في ازاي ترد، لكن انا اعرف ازاي اخد حقي. التامينات ليها فلوس عند الناس الكبار، تاخد وتدي الناس الغلابه. تديهم حقوقهم. القوانين اللي بتصدر من الدوله ديت مش لصالح العمال، هي لاهدار حقوق العمال. طب انا عايز ارجعك بس برضو للقانون الاول قبل التعديل. احنا اتكلمنا فقط فيما يتعلق بالحقوق الوارده فيه، فيما يتعلق بان كان نسبه المعاش المرتب كانت اعلى. تمام. ايه تاني من الحقوق اللي كانت موجوده يعني، ولا هي النقطه دي بس كانت اللي موجوده في القانون؟ ايه اللي بينظم ايه تاني فيها؟ وقت صرف المعاش. يعني احنا دلوقتي عندنا عقبات كتير في صرف المعاش. المده الزمنيه ما بين الصرف وما بين خروج الانسان على المعاش، يعني بلوغ سن الستين المفروض ان انا هقبض مباشر كده اخد مرتبي، لان انا كنت بتقاضى كل شهر. كل شهر بيتي ده ما بيوقفش مصروفه. خلاص انت اتعود على مصروف معين، بتاخد 1000 جنيه. خلاص البيت اتعود انه بيصرف 1000 جنيه او في مجمله بيدخل في المصاريف 1000 جنيه. هات لي مواطن دلوقتي او عامل في الحكومه بيخرج على المعاش وبيستنى ياخد معاشه بعد قد ايه؟ اقل ما يجب فيها 6 شهور لسنه. طب هل يستحق يعني في معاشات استثنائيه؟ يمكن المرحوم الزعيم خالد الذكر السادات كان عمل معاش السادات على ما اذكر، وفي تكافل وكرامه دلوقتي، وفي النص كمبارك عمل حاجه مشابهه برضه. هل العامل اللي بيخرج على المعاش كموظف او عامل في الدوله بيستحق هذه المعاشات؟ طبعا يستحق. يعني يجوز الجمع ما بين معاشين؟ لا، ما انا هقول لحضرتك حاجه. المشرع لما ينظم قانون هو بيشوف المصلحه العامه ويشرع بيها. تمام. تكافل وكرامة والمعاشات الاستثنائية دي وضعت لتنظيم تكافل في المجتمع. يعني في فئة مهدرة حقوقها. تمام. الفئة دي لو نظمنا ليها معاشات استثنائية من الحكومة وجبت انها تنظم المجتمع بتكافل. تمام. يعني. تمام. ولكن الناس دي برضو مهدرة حقوقها يعني. انت عارف انت بتقول معاش. معاش 300 جنيه. معاش ده كان مقال كده كمان. يعني عارف مش قيمة. انا علشان النهاردة اسكن في شقة هدفع 800 جنيه. تمام. علشان اصرف في اليوم الواحد اكل وشرب انا وزوجه وولدين هصرف كام؟ 100 جنيه في اليوم. جميل. ده الراجل ده لو ماشي بالراحه خالص يعني. حلو جميل قوي. انا بقى اصرف معاش 300 جنيه علشان اصرف 3000 جنيه تيجي ازاي؟ رغيف العيش النهارده، رغيف عيش ايه؟ لا رغيف الفول يا جماعه، سندوتش فول ب 2 جنيه و2 جنيه ونص. جميل جنيه. هو فعلا الشقه بجنيه ونص. ايوه يعني دلوقتي نص رغيف كمان. انا بتكلم على الرغيف الصغير مش الكبير. تمام. هو ب 3 جنيه حضرتك.
مش 2 جنيه ونص. القصه بقى مش قصه فول. نعم. القصه قصه تعليم. نعم. قصه صحه. قصه ملبس. انا مش هقول خدمات وانا عايز رفاهيه. تمام. لا انا عايز اللي يعيشني بس. واللي يعيش اولادي. تمام. انا عايز اعلم ولدين. وعايز اتعالج انا في الكبر. تمام. انا راجل طلعت على المعاش على سن الستين. يعني ما عنديش طاقه للعمل اخرى. يعني مواد العمل اللي موجوده في جسمي راحت. انا بقى عايز اخد حقي من الدوله اللي خدت صحتي دي وشبابك كله. عايز معاشي. اخده منين؟ واخده ازاي؟ تمام. اخده منين؟ من جهه مديونه. جهه يعني الجهات كلها، الهيئات والاجهزه مدينه ليها. يعني انا عايز افهم حاجه برضو اسماعيل بيه. اتفضل. هو دلوقتي انا احنا اتفقنا ان في خصم 10% صح كده؟ اه. ال 10% دول اللي داخل فيهم رعايه صحيه وداخل فيهم معاشات ولا كله؟ ولا في حاجه تانية زياده فوق ال 10%؟ لا هو 10% يعني ايه اللي بيستقطع بس. اللي بيستقطع من الموظف او العامل من العامل بالدوله او مؤسسات الدوله شهريا لصالح المعاش 10% من كل ما يتقاضاه، من كل اللي هو الاجر الاساسي. طيب الاجر الاساسي والمتغير. والمتغير والمتغير كمان. السؤال بقى هنا، اتفضل. الفلوس دي بتتجمع من المنبع. يعني انت رايح الشباك متجمعه مخصومه قبل ما تخش الخزنه. الله يفتح عليك. يعني من جايه من وزاره الماليه مخصومه. تمام. صح كده. بتروح فين؟ لا بتروح واحدة واحدة. المفروض انها بتروح. انا عايز وهاخد معاشي عليها. يبقى انا الفلوس دي كلها بتصب عند وزارة التضامن، اتلغت ما بقتش تأمينات دلوقتي، ولا بتروح فين؟ التأمينات والمعاشات. في اللي هي فين دي؟ تبع وزارة ايه؟ التأمينات والمعاشات، وزارة التأمينات والمعاشات. بقى اسمها التضامن دلوقتي. لا التضامن دي للجمعيات الأهلية والمؤسسات لكن احنا انت عندنا وزارة اسمها التأمينات والمعاشات. هي ضمت مع ال هي كانت الاول اسمها وزاره التامينات الاجتماعيه الشؤون الاجتماعيه اللي كانت ماسكاها كم وزيره وكم وزير وابل عثمان غدا والي ده غدا والي الوزيره غدا والي الحاليه فهي تحولت هو مكتوب عليها هو زي مكتوب عليها الشؤون الاجتماعيه تمام والتامينات تمام النهارده بقى اسمها وزاره التضامن تمام هل ده بيصب عند وزاره التضامن الفلوس دي بتستقطع بتروح على وزاره التضامن ولا بتروح على صناديق خاصه ولا بتروح على مجلس الوزراء لا ده الصناديق الخاصه دي قصه تانية خالص الصناديق الصناديق الخاصه ديت احنا عندنا انواع كتير قوي وكل جهه فيما لها الصناديق بتاعتها فيما يتعلق بالمعاشات وكل جهه لها الصناديق بتاعتها الخاصه الغير معلومه للدوله كمان يعني في منها معلوم وفي منها غير معلوم اساسا طبعا في معلوم منها بتراقب عليه الاجهزه الاستاذ بدر فرغالي النائب بدر فرغالي كان اتكلم في المنطقه دي هو المشكله ان في عندنا اربع جهات يعني لو اتكلمنا عن البدر فرغالي الراجل انا عايزك تفضفض عايزك تفتح قلبك قوي في اربع جهات المواطن النهارده يعرف في فلوس معاشات في والناس مش عارفه تعيش بالمناسبه عزيزي المواطن انا يعني كنت في جنوب افريقيا في 2007 فرحنا نشوف الهيئات الحكوميه وبتاع كنا قاعدين حوالي 3 اسابيع فعايزين نشوف قضاة الابرتايد او بمعنى صح في ملحوظه ان كل ما هو دون 58 سنه او في فتره ال 50 ل 58 مش موجود وديته الناس فين؟ فكان تساؤل قالوا لنا احنا حولناهم للهيئات الاستشاريه واللي كان من بيوتهم واللي كان بيقبض عندهم العمله الراند زي الجنيه عندنا كده اللي كان بيقبض 1000 راند بيقبضوه 10000 راند مقابل ان هم يدلوا بدلوهم فيما يتعلق بقرارات ليس بين الصواب والخطا الصواب والصح يعني لا ما بين الصواب والاصوب والاصوب جدا ده التعامل هناك في اليابان بتصل لمرحله سن معين اللي هو سن المعاش تكرم تركب مواصلات مجانا تحركاتك بتعملها وانت ببيتك لو انت محتاج اي حاجه من الهيئات الحكوميه الى اخره يعني المفترض الناس اللي افنت عمرهم في بناء الوطن وطبعا العامل بكل انواعه والموظف بكل انواعه ده افنى مش عمره عمره وصحته المفترض في كبر نكرموه يا دوله اتفضل يا فندم احنا عندنا التامينات بتاخد مننا من المنبع زي ما قلت حضرتك تمام. 10% عن كل ما نتقاضاه اللي هو الثابت والمتغير الاثنين تمام احنا بقى بما فيهم العلاوات وكله كل ما يتقاضاه العامل من اجر حتى المكافئات اللي هي المفروض انها يعني تستثنى من حته العمال والحاجات دي بيتاخد برضه بيتاخد منها 10% انا في هيئه نقل العام بقول احنا في هيئه نقل العام بيتخصم مننا كويس ما بقولش كل الهيئات ولا كل الاجهزه دي اللي انا فيها بقول بيتخصم فيها تمام لكن في اجهزه تانية ناس بتفهم قانون وبتفسره صح والناس الماليين اللي موجودين في الاجهزه دي والهيئات بيفسروا القانون صح وما بيخصموش الحاجات ديت من العمال هم بيخصموا على الاجر الاساسي اللي هم بيقبضوا عليه معاش يعني القانون بيقول 10% من الاساسي ولا الكل لا
للاساسي المفروض القانون بيقول الاساسي. لو انت اتخصم منك من الاساسي ومن الاجر المتغير بتقبض، انت بتقبض على البند اللي انت بتدفعه في التامينات. انت عندك حضرتك بتدفع تامينات مثلا 100 جنيه تمام، بتقبض ال 100 جنيه ديت اللي انت بتاخدها، لكن انت بتدفع 50 بتقبض على ال 50. الهيئه بتاعتنا بتاخد مننا 10% عن كل ما نتقاضاه، كل واحد اجره متغير. يعني انا اجري غير اجر حضرتك تمام، غير اجر المدير بتاعي، غير اجر الرئيس تمام، القطاع كذا تمام، كل واحد واجره، كل ده بيتخصم منه 10%. جميل. ال 10% ديت على الثابت اللي هو الاساسي ولا المتغير؟ ايوه. لا احنا بقى بيتخصم مننا من كل ما نتقاضاه اساسا كله. المعلومه بقى اللي عندنا، طلعت ورقه ده شيت ده شريط القبض بتاعي علشان اقول لحضرتك تمام، انا بيتخصم مني كام وهيبقى معاشي كام بالحساب. تمام. انا بيتخصم مني 228 جنيه. لا نقول المرتب كام الاول الفعلي. حلو. المرتب الاساسي 737.95 قرش. يتخصم منه ال 10% ولا لسه نضيف الاول الاضافات وبعد كده؟ لا ده بيتخصم منه هنا في شريط القبض. المتغير بيتخصم منه حاجه تانية بدون حاجه ثابته ما تثبتوش. فبالتالي ما يروحش التامينات او يروح التامينات انت ما تعرفش. لا سؤال بقى، بيروح في ايه؟ ما هو يروح فين؟ قبل ما نكمل الجزئيه مش بتاعتي. مش بتاعتي لكن ولا بتاعت حد، ولا عايز اتهم حد. لكن انا عايز اوضح نقطه، اقول ان اللي ثابت بالاوراق ده هيروح التامينات مفيش جدال. تمام. لكن المتغير اللي مش ثابت بالاوراق هيروح فين؟ انا ضامن ان هو يروح التامينات عشان اقبض عليه معاش؟ لا. لما اجي اسوي معاشي سواء معاش مبكر او معاش قانوني اللي هو بعد سن الستين، هيجي لي فاتوره كده موجوده في التامينات تقول لي انت دفعت 10 جنيه وليك عندنا ال 10 جنيه. تمام. اتفضل. طب انا دلوقتي الاجر المتغير بتاعي ما راحش التامينات، هتحاسب عليه تامينات ازاي؟ هيقول لي هو انا جاني علشان اديك؟ تمام. وقانونا اللي عارف حقه يطالب بيه. طيب نكمل الشيت. انا بيتخصم مني المفروض 10% تمام على 737.95 قرش. بيتخصم مني 228.72. 200؟ اهو من ال 700 بعد اذن حضرتك. لا لا ويا ريت توضحها. يعني المرتب الاساسي فوق على اليمين، المرتب الاساسي 737.95 قرش. ايوه. وطبعا في بدل طبيعه عمل. شوف بقى التامينات تحت كده، تحت عند صباح حضرتك. عندي جمعيات ونقابات 12 جنيه ونص. لا لا عندي تامينات. ايوه هو ده بقى 228 جنيه 72 قرش. النسبه قد ايه؟ ده قريب من نص. حلو جميل قوي. انا بقى هاخد معاشي كام؟ عارف حضرتك شكرا. عارف حضرتك اللي بيطلع معاش عندنا يعني شيء يندى له الجبين، يعني 700 وشويه وبيخصم منك 200 وشويه. تاخد انت بقى كام؟ او العامل في الهيئه بياخد كام؟ هياخد اجور ثابته واجور متغيره مع بعض، هيضمهم مع بعض ويدوا له نسبه التامينات بتاعته اللي هي كام بقى؟ هيطلع حوالي كام؟ الاساسي بتاعه زائد المتغير كام؟ هو هيطلع له حوالي 1200 جنيه. تمام. لو انا حسبتها على الوقت ده اللي احنا فيه هيطلع لي 1200 جنيه. نقف هنا. ومعانا يعني الحاج بدري فرغالي، يعني منورنا. حبيب قلبي. يا حاج بدري. ايوه السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. ايه منورنا والله النهارده على الصحه والجمال. ربنا يكرمك الله يخليك. يعني نضال طويل من اجل الوطن مبدئيا ومن اجل اصحاب المعاشات، ايه الجديد عندك؟ والله ادينا في انتظار الفرج. احنا الجديد احنا قدام المحاكم الان، المحكمه الاداريه قدامها اكبر قضيه لاصحاب المعاشات. تمام. وهو استعادت 5 علاوات 80% منهم تنفيذا لحكم المحكمه الدستوريه العليا. فالوزيره رفضت تنفيذ حكم المحكمه الدستوريه، فاحنا لجانا للمحكمه الاداريه وحضرنا عده جلسات في الدائره الاولى والدائره الثانيه، والان احنا في الدائره 11 وانتظرين معاد الجلسه الاخيره ان شاء الله.
جميل. يعني النائب بدر فرغالي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات، يعني معركه المعاشات دي امتى هنكرم اللي بنوا البلد دي وقفنا عمرهم وصحتهم وشبابهم عشان؟ والله هو الطريق طويل وشاق، واحنا الاوضاع السياسيه اللي بتمر بها البلاد منعكسه علينا، يعني منعكسه علينا، حتى قدرتنا على الدفاع عن انفسنا بتتضاعف بحكم الوضع الراهن اللي موجود. لكن احنا صحيح مشوارنا طويل، لكن قدرتنا على المقاومه مستمره، واحنا هنقاوم حتى النهايه، لان دي اموالنا ودي حقوقنا ودي تحويشه عمرنا. لما احنا اصحاب المعاشات نمتلك طبقا لتصريحات الوزير نفسها 684 مليار، نصهم من غير فوائد من 10 سنين، ولو اضفت الفوائد البنكيه او نصهم خزانه يبقى بنمتلك تريليون، يعني احنا ملاك التريليون. 9 مليون اسره نصهم تقريبا بيعيش الان تحت خط الموت وليس تحت خط الفقر، وبالتالي الجنيه بتاعنا احنا اللي بنقبضه، الجنيه انخفض خلال عام واحد مره الى 50 قرش، النهارده الجنيه قيمته الشرائيه اصبح 25 قرش، يعني احنا لا نتقاضى حوافز ولا مكافئات ولا بدلات، يجي لنا عيد كبير، عيد صغير، يجي لنا رمضان، ولا جنيه واحد يخش جيب واحد من اصحاب المعاشات، رغم ان اموالهم كفيله بان يسترجعوا حقوقهم. من يتصور ان اموالنا احنا بفائده 8% و9%؟ من يتصور ذلك؟ من يتصور ان اموال البنوك وانظمه الخزانه وصلت ل 16 وال 20% على المدى الطويل واحنا 8% و9%؟ اذا هنا احنا بندفع ثمن فادح من سياسات نحن لسنا مسؤولين عنها ولم نرتكبها، ولا احنا كل ما فعلناه في هذا الوطن ان احنا كنا البنايين بتوعه، احنا اللي بنيناه وبنينا مصانعه وشركاته وكل مرافقه بنيناها على كتفنا، وبعد ذلك خرجنا الى المعاش. حتى واحنا في المعاش احنا كنا الكتيبه الاولى اللي خرجت ايضا تدافع عن هذا الوطن، وتشهد علينا كل الاعلام والصحافه ان كبار السن هم اللي وقفوا طوابير من الفجر علشان يعيدوا الدوله ويعيدوا استقرار الدوله. كانت النهايه اللي احنا فيها الان، كانت المكافاه لينا هو جزاء في النار، يعني احنا بيتخلصوا مننا، احنا ناس بتجوع وغير قادرين حتى على شراء علاجنا وغير قادرين على شراء طعامنا، وبننهار يوميا، لكن في كل الاحوال احنا لدينا مخزون وطني جوه صدورنا كفيل بان يحمينا وان يجعلنا نستمر في المقاومه. المواطن المصري البدري الفرغالي نائب الشعب السابق رئيس اتحاد اصحاب المعاشات، روشته للحل لكافه مشاكل اصحاب المعاشات في مصر وتوجهها لمين؟ والله انا مش هوجهها لحد، لانني بقالي سنين عمال اوجه في رسايل وتلغرافات وصراخ واستغاثات ولم نجد من يسمعنا، وبالتالي هو الحل الوحيد هنا في ايدينا احنا اصحاب المعاشات، لاننا اثق في قدرتهم على المقاومه، لان دي اموالنا احنا ما بنتسولش من حد ولا بناخد بحسنه ولا صدقه من حد، دي اموالنا وفوائد اموالنا كثيرة بأن تجعلنا نعيش في حياة يعني على الأقل مصدرين، احنا ما بنطلبش شيء أزيد من الطبيعة، نحن نطالب بأن نكون مصدرين زي ما احنا سطرناهم واحنا بنبني الوطن، هم كمان لازم يسطرونا دلوقتي. نائب الشعب ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات الحاج بدر فرغالي، شرفتنا بمداخلتك الكريمة، على أمل أن احنا تبقى ضيفنا في حلقة من حلقات البرنامج بإذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا يا فندم.
يعني الحاج بدري يعني ادانا ارقام يعني 684 مليار موجودين عند التضامن، نصهم من غير فوائد من 10 سنين. تمام. تكلم عن تريليون، تكلم عن 9 مليون اسره تستحق او عايشه على المعاش، بيتكلم عن كرامه مهدره لاصحاب المعاشات، ومش تحت خط الفقر، لا ده تحت خط الحد الموت. الموت يعني انا مش عايز اقول في ناس بتاكل من الزباله يا جماعه، والله العظيم في ناس بتاكل من الزباله. واذا كان في 20 مليون كان زمان في كده في الفلاحين يقولوا ما حدش بيبات من غير عشاء. النهارده وكنا على بعضهم كده كانوا يعملوا 5 6 مليون، النهارده بتكلم مش 20 مليون، احنا عندنا فوق ال 40 مليون مواطن مصري بياكلوا هياكل، هياكل الفراخ. تمام. ناس بتاكل الفليه وناس بتجيب الهياكل عشان تاكل عيالها شويه عيش مكسرين فته يعني. تمام. او هياكل سمك وبرضه يشربوا بيه، يقولوا شربنا شرب السمك وعايشه الحال. ايه يعني الحل ايه؟ يمكن الحاج فرغان اسف الموضوع مستفز جدا يعني، قال لك الحل في ايدين اصحاب المعاشات. تمام. ردك ايه؟ احنا ما كملناش الشيك بس نرجع له تاني. اولا انا كنت مع الحاج بدري فرغلي رمضان اللي فات ده، لا اللي قبليه، عملنا افطار عيش حاف في حزب التجمع ميدان طلعت حرب. نعم. وكان لينا الوقفه ديت اكيد رمزيه الحاجه طبعا. احنا مش لاقيين ناكل، احنا بناكل العيش الحاف. نعم. كمان مش لاقيينه، يعني المنظومه التموينيه اللي اتعملت ديت جميله جدا لحدود ناس معينين استفادوا منها، وفي ناس مضرورين منها مش مستفيدين منها نهائي، وفي ناس على امل ان هم يستفيدوا منها. المنظومه جميله ولكن ينقصها شائبه كبيره اللي هي التناسق ما بين قيمه السلعه والماده المستفيد منها العميل اللي هو المواطن. قيمه الدعم كبيره ولكن مش واصلة لمستحقيها. قيمة الدعم متوزعة ما بين دعم النفط والبترول عالي جدا، لكن دعم رغيف الخبز والمنظومة التموينية للمستهلكات اللي هي زي الزيت والسكر ضعيفة جدا. الموازنات ديت مش مظبوطة. تمام. الموازنات ديت بتدي أصحاب الأموال على حساب الفقراء، يعني الفقير يزداد فقر والغني يزداد غنى. تمام تمام. المنظومة دي غير صحيحة. المعاشات بقى قصة تانية خالص. جميل. المعاشات بعد ما أنا وصلت لسن الستين وصحتي مش هتساعدني إن أنا أتحرك أروح أشتغل أو أجيب جنيه جديد، لأ أنا هاخد المعاش اللي هو ادخرته في التأمينات اللي إحنا بنتكلم فيه النهاردة وبنقول لازم يصل لمستحقيه كاملا. مش منقوص كمان. تمام. في نمرة بقى، أنا دلوقتي خرجت على سن الستين بطلع سليم ولا كل أمراض؟ ده أكيد. أنا محتاج كام؟ محتاج كام عشان أتعالج؟ ده أنا مش هتكلم على السكن ولا صح ولا تعليم أولاد ولا لا لا لا، أنا هتكلم على علاج اللي هيخليني بقى أحيا أعيش بس. عايز أعيش. المبلغ التأميني ده اللي أنا بدفعه لو أنا حطيته في بنك أنا أتأكد إن أنا هعيش كويس جدا. ليه؟ لأن البنك هيديني فايدة على الأموال اللي أنا بدفعها. شفت حضرتك المبلغ اللي أنا بيتخصم مني كام؟ 220. بتقبض كام بقى في ده في المرتب؟ ما أنا لازم تضم بقى المتغير كمان قد إيه؟ ما أنا المتغير بدفع مش أقل من النص ده كمان. يعني أنا بدفع في المتغير مثلا 150 جنيه. مش أقل من كده. يعني حسابيا حوالي من 370 ل 400 جنيه. تمام. لو أنا خدت ال 400 جنيه دولت وحطيتهم في بنك كل شهر ل 36 سنة، شوف المبلغ اللي هيطلع بيه قد ايه. جميل. الفايده بقى بتاعته هتبقى قد ايه؟ هو البنك ده هيديني فايده محترمه. مش دلوقتي بزوده كمان في الفوائد 14-15%. لو انا قلت المبلغ اللي انا حطيته دوت تطلع كام، احسبها في 36 سنه. 36 سنه 36 سنه في 12 شهر يعني. جميل قوي. يبقى المبلغ كبير جدا، ده مبلغ خيالي. يعني لو هو معايا المبلغ اصله اللي اصحاب المعاشات ليهم تريليون، ما انا بقول لحضرتك الف الف مليار يا جماعه. الوزاره دي محترمه وفيها فلوس كويسه ولكن ليها ديون عند الهيئات والاجهزه. الهيئات والاجهزه دولت ما بيدفعوش. تمام. واللي بيدفع بيدفع جزء صغير وبيبقي جزء كبير على اساس ان هيبقى في مساومات ورقيه. تمام. في تنظيم الحكومه دي. الحكومه دي مش حكومه للشعب. الحكومه دي لحكومة يعني لناس معينين في الشعب. لكن مش لكل الشعب. تمام. احنا عايزين حكومه بقى قائمه
لمصلحة الشعب. طب ما هو اتعمل مشروع تكافل وكرامة اهوت من فلوسكم برضه. ما احنا قلنا ده ملاليم. احنا قلنا ده ملاليم، وانا موافق ان ياخد مني ويدي الراجل الغلبان ده. انا موافق. تمام. بس يديني حقي طيب. يديني حقي وانا مش هقول لك اتبرع، لا اخصم مني من المنبع بره. تعبانة ومحتاجة ان احنا نقف جنبها. موافق. ما هو ده التكافل. انا موافق. بس تم تديني حق الاول. يعني انا ليا 100 جنيه عندك عيشنا عشان ابن البلد. ما تدينيش 30 جنيه وتقول لي هو ده حقك. ابدا. لكن لو اديتني مثلا 90 جنيه وقلت لي احنا هنراجل ده هنساعده ب 10 جنيه يبقى انا خدت 80. محترم. تمام. انا عيش محترم، والراجل الفقير التاني اللي هيعيش اللي هو ملوش معاش اصلا هياخد معاش وهيبقى محترم. سؤال كده في السك. اتفضل. انت شايف اجمالا بقى هل هناك عداله في المعاشات؟ لا. بمعنى لا لا. يعني برضه عشان ما تتسرعش. لا 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 لا. يعني حنقول. الموظف ما هو كله موظف. الجهه الحكوميه حاجه والجهه العسكريه حاجه تانية خالص. والقضاء. ما هنقول الجهات السياديه يعني برضه كمان. ماشي. يعني على فكره عزيزي المواطن، يعني هي انا الحلقه مش هجوم على حد معين في الوطن. لا لا. كل ابناء الوطن، كل ما من يعمل بالدوله يستحق على قدر التضحيات يعني. بس لازم نوازن ما بين الامور الحياتيه اليوميه وارتفاع الاسعار و الى اخره مع القيمه المتدنيه للعمله بتاعتي. يعني اللي كان النهارده انا والله الصبح المدام بتقول لي ان كرتونه البيض زادت 7 8 جنيه تاني، يعني من بعد ما كانت زادت ونزلت. رجعت زادت تاني. طب انا قادر ان اجيب الكرتونه، طب في حد مش عارف يجيب مش بالطين كمان. يعني بطل يجيب بيض اساسا خلاص. يعني هل في تقليل وتناسب في عداله اجتماعيه؟ لا مفيش عداله اجتماعيه. لو قلنا المنظمات ولا كل مجموعه اللي تحكم البلد بي 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 بتدي اللي يخصوها وخلاص. المنظومه اللي هي عايز تعمل عداله يعني تتساوى ما بين الافراد. تمام. اتبع الاشتراكيين. الاشتراكيه ديت معناها ان انا وانت زي بعض. حقوقنا متساويه. واجباتنا متساويه. بس الاشتراكيه سقطت. هنقول لحضرتك. طب كمل. احنا لا راسماليين على فكره ولا اشتراكيين. احنا كنا في عهد جمال عبد الناصر اشتراكيين. الله يرحمه. ماشي. انت قعدت من